السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا بنطير فوق أوروبا نتذكر فيما مضى قضية لناس أتوا من شرق العالم من الصين ينصروا الحرية والعدل في العالم كله، وهم شعب اليوغور الذي كان يقطن وما زال يقطن منطقة اسمها تركستان الشرقية في الصين أو شينجيانغ الحدود الجديدة. هذا الشعب الذي يشرد ويعذب ويسجن وتغير ثقافته، الآن من يقف جنبه؟ هذا الشعب كان له الفضل، فأن أبناؤه صاروا من هذه المنطقة إلى أن وصلوا إلى أوروبا يرفعوا راية العدل والحق والحرية والإخاء والمساواة من خلال المنظور الإسلامي. هذا الشعب أخرج لنا، أو هذه المنطقة أخرجت لنا علماء كثر من هذه المنطقة الغنية بالعلم والعلماء في الحديث والفقه والعلوم الطبيعية والعلوم الطبية. الآن ننظر لها ولا نتحدث، الآن ننظر لها ونجد أن كثير من الدول التي كغالبيتها مسلمة والدول التي غالبيتها من أصل عربي أو من أصل غير عربي لا تقف معهم لتنصرهم في الحفاظ على حياتهم والحفاظ على حقوقهم والحفاظ على مقدرتهم والحفاظ على تاريخهم. هذا الشعب اليوغور نحن نشعر بالخجل الشديد في تخاذلنا وتقاعسنا عنه وجعله ريشة في مهب الريح تتلفظه أنفاس من يسرقون مقدراته في منذ زمن بعيد. هذه تذكرة لنا أيها الشباب، أيها الإخوة الأخوات والإخوة، تذكرة كبيرة جدا لنا في أن نعرف تاريخنا، في أن نعرف مقدراتنا، في أن نعرف ثقافتنا، في أن نعرف قيمنا، في أن نعرف ديننا، في أن نعرف من نحن، وأن نحدد بطبيعتنا من نحن. فلا تهنوا ولا تحزنوا وكونوا معهم في كل زمان وفي كل مكان إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.